تاريخ التاريخ وظروف نشأة هذه الكشافة التأسيس الاتحادية للكشافة الإسلامية الجزائرية، موقف الإدارة الاستعمارية وتنفيذ حكم الإعدام على قائدها محمد فراس. كذلك هناك كشفية كذلك ظهر وبرز في حمل الراية في مظاهرات يوم وطني من أيام حرب التحرير. وجاءت هذه السنة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الشريحة الهامة في الحركة الوطنية، بادئا بدبن دائما ينفك الجزائريين أو الشباب الجزائري عن الاستعمار الفرنسي، بعد أن كانت نظام سطره النظام العالمي. لماذا؟ لانسلاخهم الى الاستعمار، من كلمة الانديجان، من كلمة عدة تظاهرات، عدة جمعيات.